يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يغمض عينيه في الصلاة ليتحقق عنده الخشوع في صلاته، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، والإغماض العينين مكروه كراهية تنزيه. وإذا عمله للحاجة كأن يكون أمامه ما يشغله ويغمض عينه عن الشواغل فلا بأس، أما إغماض عينه للخشوع فهذا أخشى أنه يتطور عليه ويزيد عليه ويصير عنده وسواس يترك هذا الشيء. نعم، ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى أمامه، ينظر إلى موضع سجوده. نعم.